عم نشوف الناس كلها على شرفات المنازل عم بتزقف عم تقول شكرا لكل شخص ساهم اليوم او عم بيساهم كل يوم وعم بيعطي من وقته ليواجه هذا الوباء الخطر جدا. طبعا عم بيتحمل مسؤولية العديد من اللبنانيين، صحتنا بايدهم وهن عم بيضحوا بكل وقتهم طبعا ليقافوا الى جانبنا الى كل شخص عم بينصاب، لانه هذا الفيروس طبعا انتشاره عم بيكون سريع جدا. نعم مثل عم بتشوفوا اذا بكل الشرفات المنازل من كل البنايات هنا في احدى الاحياء في الاشرفيه ببيروت، كل الناس خرجوا اذا ليقولوا شكرا طبعا على كل الجهود اللي تبذل يوميا، وفي اشخاص عم بيشتغلوا اكثر من 16 ساعه ان كان من ممرضات وممرضين واطباء يلي دائما على السمع ان كان موجودين بالمستشفى او طبعا عم بيحاولوا قدر المستطاع ايجاد علاجات او طبعا اساليب اخرى لمعالجه المرضى الموجودين بعده مستشفيات ان كان مستشفى الحريري او مستشفيات خاصه، وطبعا المختبرات اللي دائما هي كمان عم تكون موجوده لتفحص كل اللبنانيين للحد من انتشار هذا الفيروس. هنا اذا هذه الصوره رائعه جدا من احدى احياء بيروت الاشرفيه، كما ذكرت فادي انه الحمله والدعوات جاءت من عده فنانين واعلاميين ومجتمع مدني وحتى اللبنانيين المغتربين يلي كانوا عم بيقوموا بهذه الحمله عبر المواقع التواصل الاجتماعي. يعني عم نشوف يعني الاهالي كلها موجوده هون عم بتزقف طبعا سعاده جدا يقولوا مره جديده نحن نثق في هذا جهاز الطب الموجود في لبنان، لانه كل واحد عم بيعطي من وقته الثمين جدا عم يعني بيضحي بحياته وبصحته كرمال الاخر. طبعا اليوم نحن اللبنانيين موحدين، هؤلاء عم يلتزموا المنزل مشان يخففوا هذه الاضرار مشان يخففوا العبء على الجهاز الطبي، يعني فعلا يعني شيء بكبر القلب فادي. هذه الجهود اللي بدنا اياها، هذه المعنويات اللي بدنا اياها دائما لنواجه هكذا فيروس ونحن فينا نتغلب عليه، هو ما رح يتغلب علينا شو ما كان الثمن.